فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في الحلقة السالفة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في النسبة إلى الجهل أنه هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، وأن من لم يعلم الحق فهو جاهل، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، وإن قال خلافه فهو جاهل أيضا. ثم قال: وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا استمرار من الشيخ رحمه الله في بيان الجهل، وأنه ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم معرفة العلم، وجهل مركب وهو العمل بخلاف العلم وإن كان يعلمه. ومن ذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا من النوع الثاني، وهو من مخالفة العلم، من مخالفة العلم وإن كان يعلمه، لأن العاصي يعلم أنه عاصي ولكن دعته شهوته والشيطان ودعاة السوء إلى أن يرتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية. أما لو كان لا يدري أنها معصية هو الجاهل البسيط، فهذا لا يذم ولا عقوبة عليه حتى يتبين له ذلك، لأنه معفو عنه بالجهل، في الجاهل معفو عنه حتى يتبين له الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يعصي الله جاهل، جاهل ولو كان عالما، بل إن معصية العالم أشد لأنها مخالفة للعلم، فهذا جهل منه، جهل نفسي منه. وأسبابه كثيرة، منها دعاة الضلال، ومنها دعوة الشهوة، ومنها وسوسة الشيطان وغير ذلك، وهو يعلم أنه على جهل وأنه على خطأ. نعم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. إيه نعم، سواء كان جهلا بسيطا، وهذا كما ذكرنا لا يؤاخذ حتى يعلم، أو كان جهلا مركبا، وهو أنه يعلم أنه مخطئ ولكن حمله ما حمله على ارتكاب ما ارتكب من المخالفة.